كاين بزاف ديال العادات اللي اتخذناها واللي هي الا فكرنا فيها ما عندهاش اساس. مثلا نقبطوا بحال دابا نقدروا نعصروا الحليب باللوز ولا الحليب بشي ماده اللي مثلا هكا، ولكن حليب مع التفاح، حليب مع البانان، حتى هو الناس عندهم هاد العادات لا بأس بها، الا ما كانتش نزيدوا فيها سكر ما نزيدوش فيها اشياء، ولكن خصنا نعرفوا بانه مثلا الليمون، الا خدينا ليمونه كامله وكليناها بالفيبر ديالها كانت القيمه الغذائيه ديالها اكثر، حيت الحاجه حيت العصير تيرجع سكر، الا زولنا الماء ديال العصير لا بلا ما نتكلم على العصير المصنع، هذاك لا اتكلم عليه، هذاك هذاك غلط 100%، حيث اولا السكر اللي فيه هو نفس السكر الا ما كان اكثر من المواد الغازيه، المولادا وكوكا وهاد المواد الغازيه، اذا حتى هي فيها سكر بحال في نكتار ديال، واخا يكون فيه يقول لك نكتار ولا يقول لك فيه هذا، هو بعيد كل البعد على الليمون الطبيعي، هو مجفف ومزيد فيه السكر. اذا فين هي القيمه الغذائيه ديالو؟ ما كايناش. وكل ما علمنا وليداتنا على الاقل نقدروا نديروا الفواكه مقطعه بحال سلطة دو فروي، بحال سلطه ديال الفروي، على الاقل تناكلوا بواحد الطريقه اللي هي مبتكره ولذيذه وصحيه، وتا الاطفال تيسهل عليهم بانه ياكلوا فواكه متنوعه، مثلا ياخذوا زلافه ديال فيها شويه ديال الفراوله، دابا في هذا الوقت كاين الفريز، كاين البنان، كاين التفاح، كاين العنب، كاين، اذا يمكن له يخلط هاد الفواكه ويقطعهم وياخذهم، ولكن المهم بانها تبقى الفائده الغذائيه ديالها كامله. اذا انا ما تنصحش الاباء بانهم يشريوا العصير اللي هما في البواطات الاطفال ديالهم، ما عندهم اي فائده غذائيه ليست فيهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.